على جسر الألم بين الأمل واليأس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس من وجه الفجر متعني عالميعاد وقبل عيوني روحي لشوفتك تسعى قلت لي الجمعة موعدنا بجسر بغداد ما قلت لي تموتي موعد الجمعة قلت لي الفرج هاليوم يا سيدي ولا تلوم ما قلت لي مقرون الفرج ويجبدك المسموم خابت مواعيدي وجف دمي بوريدي وتعليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي تاليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي لأن طبع الورد ينقل مدى الإحساس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس يا هب النسيم الماء يعرف الموت ويا شمس الأصيل الماء غشا الليل عجيبة تغمض عيون الهوى التابوت وعجيبا شاهدي عيد الشمس نجيل اش نحجي بعد ونقول واللي يجري مو معقول شلون على اجتاف البشر نعش الجبل محمول يا راهب اهل البيت وسط النعش يا ريت انا اللي لفوني بجفن وبدالك توريت انا اللي لفوني بجفن وبدالك توريت لاني ما قدرت اوهب لك الانفاس وقفت بعيوني دم معا وبيدي شدت يا على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت يا على جسر الألم موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج ما
باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج سيدي منذكر اسمك والله لجلك أحن يلي قضى حياته كلها وسط السجن يلي بتجيني دمعة ساهرة على الجفين أقدر أنسى مصابك يا إمامي تظن يا باب الحوايج يا سما ولها عارج يا صلاة الحزن يا باب الحوايج يا سما ولها عارج يا صلاة الحزن يلي جسمك نحيل يل سجنك طويل هارون الرشيد خلت ذليل يا سيد القيود تسبيح بين ايديك من تنزل السياط تجري الصلاة عليك والسجدة الطويلة بدموعك غسيلة سجانك سجنت ومو غريبة أتمعن في ذكراك والقهوم وياك يا الكاظم وعز على المصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج انت معنى التحدي وانت صوت الرعود ما تخوفك زنازن ما ترهبك قيود كل زمن يحكي عنك وخياله تعود والامل في سمانة هذا رمز الخلود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود والسند انهزم حسست بندم من شافك جبل ما يوم انهدم وخافك السجون شنهم انت من تكون مثلك يا ابو الرضا ما شافت العيون بالقلب رسمناك بالعزم عرفناك وانت ثورة الهب الضماير موسى أعيا فرعون وانت تلغي هارون والقصر شهد لك والعساكر موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج تجري دوبنا يومك والله يا ابن الحجاج ونذكر اللي يسألك يمتى يوم الفرج قلت للجمعة تطلع وبن سويد ابتهاج تالي تطلع جنازة لها ذابت مهاج لها أربع حمامين عالجسر والدمة تسيل والجمع كله ما لها أربع حمامين عالجسر والدمة تسيل والشيعة الوفود مثلها الورود لكن يا وساف عزهم ما يعود إمام الرافضة شيعوا يا شيعته مرمية عالجسار تراها جنازته تبكي صارت الناس تلطم ويلي عالراس مات الكاظم بجو يا موالين والله جبده مضروم راح لله مسموم بعد الحسرة والام الزنازين سبني جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سبني جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار ووارث الوقار
والسكينة والحكمة والآثار. أيها المؤمنون، أيها المعزون، منذ هذا الصباح وساعاته الأولى ننطلق وإياكم بالتغطية المستمرة عبر شاشة الفرات الكاظمية. لازلنا مع ركبي زوار موسى بن جعفر المتجهين نحو الكاظمية المقدسة بهذه الخطوات الصادقة وبهذه القلوب النقية وبهذه الوجوه النيرة بنور محمد وآل محمد. نعم، إنها ساعات المصيبة تقترب، إنها ساعات الرزية تقترب، إنها ساعات الحزن والأسى، إن هؤلاء الزوار الذين يواصلون المسير يتقدمون بهذه الخطى الحزينة إلى سيدي ومولاي موسى الكاظمي عليه السلام ليشاركوا بهذا العزاء، ليشاركوا بهذا التجمع، التجمع المليوني الذي يحضر في كل عام في الكاظمية المقدسة ليحمل جثمان إمامهم وسيدهم وقائدهم الذي طالته يد الغدر والظلم والجور. نعم، إن تلك اللحظة لم نوجد هناك، لم نتواجد هناك، ليتنا كنا بقربك يا سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر، يا غريب بغداد، يا مولاي مت مسموما مظلوما. هؤلاء هم اليوم الأحبة، هؤلاء هم اليوم الموالين، جاءوا لكي يحضروا هذا العزاء ويحضروا هذا المأتم الكبير. أي مأتم سيقام هذه الليلة في الكاظمية المقدسة؟ هذا المأتم الذي يقام يتردد فيه الصوت ويقول هذا الغريب ابنيا. نعم، إنه نشيدكم أيها الموالون، إنه عزاءكم أيها المعزون. يا من تندبون ابن الزهراء، ساعدوا الزهراء بهذا العزاء. نحن وإياكم، نحن وإياكم أيها الموالون، لنكون مع رسول الله معزون وعلى عشرته نادبون. وإليك العزاء يا سيدي ويا مولاي، يا صاحب العصر والزمان، إننا نتطلع إلى ظهورك البهي، وهذه الحشود ستستقبلك بالرايات الخفاقة التي ترفع بين أيديهم. يا لثأرات الحسين، يا لثأرات آل بيت رسول الله. أيها الموالون، أيها المعزون، هذا صوتنا وصورتنا عبر شاشة الفرات مستمرة، وبهذه العدسات وبهذه النوافذ التي تضعكم بالصورة بصورة الزيارة وللمسيرة الرجبية. ها هم أحبابك يا سيدي ويا مولاي يا موسى الكاظم، ها هم صغارا وكبارا، رجالا ونساء، قلوبهم تسبق الأقدام للوصول إليك، فاستقبلهم يا سيدي ويا مولاي. فأنت يا سيدي ويا مولاي المظلوم المسموم، كما قالها سيدي ومولاي، إننا بين قتيل وما بين مسموم، هذه سنة الظالمين على أهل البيت عليهم السلام. نحن متواصلون معكم إن شاء الله إلى ساعات متأخرة من هذه الليلة لإحياء ليلة استشهاد موسى بن جعفر، موسى الكاظم، باب الحوائج. أحبائي، هذه عودة وانتقالة إلى استوديو البث المباشر. سحب متعني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، نجلك يهون التعب، صبرك الصبر انكتب. يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. الحوائج تعتني تحت ذبتك تنتفض حسراتنا، انت عايش فينا اصلا من نجيك، لكن تمشي لك غصب خطواتنا. اما يا باب الحوائج تعتني تحت ذبتك تنتفض حسراتنا،
انت عايش فينا اصلا من نجيك لكن تمشي لك غصب خطواتنا والامل باسمك كتب رجلك يهون التعب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من هب المنيه سحب متعني الارض الكاظميه شيعه الكرار من هب المنيه اجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من هب المنيه من صبرك تعلمنا الحياة لون ما تتعنى لك رجلينا انت ما كنت بسجن لا مستحيل فيك مسجون السجن وسنينا احنا من صبرك تعلمنا الحياة لون ما تتعنى لك رجلينا انت ما كنت بسجن لا مستحيل فيك مسجون السجن وسنينا صبرك الغيظ انشطر فجلك يهون التعب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من هب المنيه سحب متعني الارض الكاظميه شيعه الكرار من هب المنيه فجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من هب المنيه يا شمس ضوت دهاليز السجون علمت خصمك اساطير وعبر انت كوكب على الارض مو بس امام كل ضياء الدنيا بعدك في خطر يا شمس ضوت دهاليز السجون علمت خصمك اساطير وعبر انت كوكب على الارض مو بس امام كل ضياء الدنيا بعدك في خطر يا ابن خير العرب فقدك النور انسلب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من هب المنيه سحبت عني الارض الكاظميه شيعه الكرار من هب المنيه اجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من هب والارواح مهمومة وحزينة والين مشايع تنينة والارواح مهمومة وحزينة مثل الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك نحكي لك ألمنا عبر بصدرنا وابعنا العقيدة وبعيونك كبرنا فنمثلك حبسنا الدمعات بصبرنا نحكي لك ألمنا والعبر بصدرنا وابعنا العقيدة وبعيونك كبرنا فنمثلك حبسنا الدمعات بصبرنا مسجون من قدر يسجن شميس هيهات ندر رحمة ينحبس يا ناس واحنا كل من عنده هم وعند يمك غاية غايتنا وحاجتنا للموت ما نعوفك مطفية ومعمية عيني ما تشوفك عيني الماس
نحن الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الألم بالموعد حضرنا نحن الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الألم بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك سجانك يا مظلوم سجان الضميرة ما شاف الحقيقة وظل أعمى البصيرة ما خاف الله من قال ما عندك عشيرة سجانك يا مظلوم سجان الضميرة ما شاف الحقيقة وظل أعمى البصيرة ما خاف الله من قال ما عندك عشيرة مظلوم وبألم صاح السجن مولاي قوة الله لا تون سموك لأن عرفه وانت ثورة لله من هالغاية بأمورة أحقادي سجنون الإمامة دار النوم عوفا بتقوم القيامة بتقوم القيامة الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الألم بالموعد حضرنا نحن الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك سجل ما لطمنا مولاي احنا يمك لم صوت السناسيل تذكرها وتألمك هضموك اللي يضدوك ما نرجع نهضمك سنجيل ما لطمنا مولاي احنا يمك لم صوت السناسيل تذكرها وتألمك هضموك اللي يضدوك ما نرجع نهضمك هضموك من الشمس ومن الهوى سموك على صرحك ما دوى خيدوك حتى تطلع بالقيامة شوفك مدماية يا ثورة تحدي كل ظالم يهابك بجية السماوات والقاع لبابك والقاع لبابك نحن الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الألم بالموعد حضرنا نفني الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك اللهم صل على محمد وآل بيته الأطهار وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار اللهم وصل وسلم على سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام ونحن نتواصل معكم بالصوت والصورة من العاصمة بغداد لتغطية هذه الزيارة الخالدة ذكرى شهادة سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وهذه الملايين من الزوار تزداد ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم لتعلن الولاء والوفاء لآل البيت عليهم السلام فهم هاهم الموالون والمحبون يحثون الخطى ويأتون من كل حدب وصوب عبر شوارع وأزقة العاصمة بغداد عالنين الولاء لسيدي ومولاي أسد بغداد هذا الإمام الهمام المظلوم الذي تعرض لظلم هارون لكنها هم الأنصار والأحرار والأخيار يواصلون زحفهم صوب الكاظمية المقدسة فهم الموالون لم يوقفهم الإرهاب الصدامي بل استمروا بهذه الرسالة الخالدة هذه الرسالة العظيمة ليواصلوا بعدها المسيرة عبر هذه الطرقات إلى كربلاء وإلى الكاظمية المقدسة هذه الجموع المؤمنة التي جاءت إلى سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر لم يوقفها الإرهاب التكفيري بل كانت يدا واحدة وقلب واحد لتعلن الولاء لآل البيت هذه الجموع المؤمنة التي تسير على خطى أبي الأحرار عبر هذه الطرقات لم يوقفها انتشار الوباء بل كان همها الاستمرار على طريق ونهج أهل البيت ها
ها هم الجموع المؤمنة كأنها أمواج بحر محبة وكرم وعطاء وجود وسخاء من أجل إيصال هذه الرسالة الخالدة، من أجل إيصال هذه القضية التي ضحى من أجلها أهل البيت. أي صورة رسمها العراقيون وهم يسطرون أروع ملاحم العطاء والوفاء والإيثار لآل البيت. هذه الصور الإيمانية التي تتواجد في طرق بغداد، في أزقة بغداد، في محلاتها وأقضيتها ونواحيها، اليوم بغداد تخرج عن بكرة أبيها لمواساة سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام. ها هم الموالون، ها هم المحبون، ومنذ ساعات الصباح الأولى وهم يحثون الخطأ صوب الكاظمية المقدسة بعد أن أعلنت بغداد ولاءها وارتدت السواد وأعلنت الحداد على سيدي ومولاي الإمام الكاظم. اليوم العاصمة بغداد تطلقها بصريح العبارة إن بغداد كاظمية الهوى، وأن الموالون والمحبون والأنصار ما زالوا مستمرين على هذا الطريق الذي رسمه أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، واستمر بعده أبناءه وأحفاده. واليوم زيارة سيدي ومولاي الإمام موسى الكاظم هي أوفى رسالة وأعظم رسالة نقدمها للعالم أجمع، بأن البغداديين اليوم يعلنون الحداد ويرتدون السواد ويواصلون المسيرة عبر طرقات العاصمة إلى الكاظمية المقدسة. ها هم الموالون وها هم المحبون كبارا وصغارا. اليوم هذا الطريق لم يقتصر على طائفة معينة، ولم يقتصر على قومية معينة، ولم يقتصر على لون معين. هذا طريق الأحرار هو رسالة للعالم أجمع. اليوم الكل يسير في هذا الطريق الذي عبده لنا أهل البيت، وها هم الأنصار يواصلون هذه الرسالة العظيمة. اليوم نشاهد المتواجدون في هذا الطريق الغني والفقير، الكل متساوي، الأبيض والأسود، لم يميز ها هم المتواجدون، لم يميز الموالون، لم يميز المحبون أي لون أو رفعة. اليوم الكل يبذل كل ما لديه من أجل الأهم. اليوم كله يعطي المهم من أجل الأهم. الأهم هو سيدي ومولاي الإمام الكاظمي عليه السلام، هذا الإمام الذي تعرض لأقصى المضايقات من فرعون زمانه هارون وزبانيته، وقدموا كل شيء من أجل حجب هذه الرسالة الخالدة، إلا أن سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام لم تغيبه مطامير السجون، ولن تذني عزيمته مطامير السجون، بل كان على وفاء وعهد أن يواصل هذه الرسالة التي رسمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الإمام عليه السلام يكظم الغيظ في مطامير السجون ويواصل رسائله للموالين، للمحبين، من خلال أهل بيته، من خلال الثقات، حتى وصلت هذه الرسالة العظيمة. ما أعظمها من رسالة، ما أعظمها من مبادئ سطرها أهل البيت. أين هارون وأين سيدي ومولاي موسى بن جعفر؟ ها هم الموالون. هذه الصورة الإيمانية، هذه الصورة الحقيقية التي رسمها الأبرار الأخيار الذين قدموا كل التضحيات من أجل مواصلة هذه الرسالة وهذه المسيرة وهذه السيرة العطرة التي رسمها سيدي ومولاي موسى بن جعفر. اليوم نشاهد صغارا وكبارا يسيرون على هذا الطريق ليعلنون أن رسالتنا هي رسالة الأحرار، رسالة الأبرار، رسالة الأخيار، وإننا متواصلون بحب أهل البيت، ولكننا بفكر ومبدأ وعقيدة وثبات خطها أهل البيت وواصلها العاشقون السائرون على هذه الطرق.
هذه الرسالة التي رسمها أهل البيت، وهم الموالون اليوم يواصلون هذه المسيرة. أي مسيرة، أي عز، أي فخر، ونحن نشاهد الموالون يقطعون مئات الكيلومترات من المحافظات الجنوبية ومن أبعد منطقة ومن أقصى منطقة، وهم يسيرون على الأقدام إلى أسد بغداد ليعلنون الولاء ويشيعون نعش الإمام نهارا جهارا وأمام العالم أجمع. إننا حسينيون ما بقينا، وإننا كاظميون ما بقينا، وسنواصل هذا الطريق الذي كلفنا الكثير، إلا أننا باقون على العهد ومستمرون معكم يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر. ها هم الأنصار، ها هم الأبرار، ها هم الأخيار يواصلون زحفهم ومسيرهم صوب الكاظمية المقدسة لإعلان البيعة والولاء والوفاء لسيدي ومولاي موسى بن جعفر على مدار 4 أيام متواصلة، وشوارع العاصمة بغداد تكتظ بجموع المؤمنين القاصدين إلى سيدي ومولاي. اليوم الكاظمية تستقبل الأحباب، اليوم الكاظمية تستقبل الأبرار الأخيار الذين جاءوا ليعلنوا البيعة لموسى بن جعفر عليه السلام. نتواصل معكم بالصوت والصورة من كل شارع ومن كل قضاء ومن كل ناحية ومن كل زقاق، لنعلن لكم إن بغداد كاظمية الهوى قولا وفعلا. هذه هي الأجواء الإيمانية المتواجدة في بغداد، وبالتحديد في منطقة شارع فلسطين، ومثلها في باقي مناطق وشوارع العاصمة. سنتواصل معكم بالصوت والصورة ببث حي ومباشر من العاصمة بغداد لنقل هذه طلائع الجموع المؤمنة التي جاءت إلى سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام. هذه عودة للزملاء في استوديو البث. على جسر الألم بين الأمل واليأس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. من وجه الفجر متعني عالميعاد، وقبل عيوني روحي لشوفتك تسعى. قلت لي الجمعة موعدنا بجسر بغداد، ما قلت لي تموتي موعد الجمعة. قلت لي الفرج هاليوم يا سيدي ولا تلوم، ما قلت لي مقرون الفرج ويجبدك المسموم. خابت مواعيدي وجف دمي بوريدي، وتعليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي. تعليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي، لأن طبع الورد ينقل مدى الإحساس. قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس،
كفت وعيوني دمعة وبيدي شدت ياس يا هب النسيم الماء يعرف الموت ويا شمس الأصيل الماء غشاها الليل عجيبة تغمض عيون هوى التابوت وعجيبا شاهدي يدش مز نجيل شنحجي بعد ونقول واللي يجري مو معقول شلون على اجتاف البشر نعش الجبل محمول يا راهب اهل البيت وسط النعش يا ريت انا اللي لفوني بجفن وبدالك تواريت انا اللي لفوني بجفن وبدالك تواريت لاني ما قدرت اوهب لك الانفاس وقفت بعيوني دم معا وبيدي شدت يا على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دم معا وبيدي شدت يا على جسر الألم موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج سيدي منذكر اسمك والله لاجلك احن يلي قضى حياته كلها وسط السجن يلي بتجيني دمعه ساهر على الجفين اقدر انسى مصابك يا امامي تظن يا باب الحوايج يا سمولها عارج يا صلاه الحزن يا باب الحوايج يا سمولها عارج يل جسمك نحيل يل سجنك طويل هارون الرشيد خليت ذليل يا سيد القيود تسبيح بين ايديك من تنزل السياط تجري الصلاة عليك والسجنة الطويلة بدموعك غسيلة سجانك سجنت ومو غريبة اتمعن في ذكراك والقهوم وياك يا الكاظم وعز على المصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج انت معنى التحدي وانت صوت الرعود ما تخوفك زنازن ما ترهبك قيود كل زمن يحكي عنك وخياله تعود والامل في سمانة هذا رمز الخلود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود والسند انهزام حسست بندم من شافك جبل ما يوم انهدم وخافك السجون شنه انت من تكون مثلك يا ابو الرضا ما شافت العيون
بالقلب رسمناك بالعزم عرفناك وانت ثورة الهب الضماير موسى أعيا فرعون وانت تلغي هارون والقصر شهد لك والعساكر موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحق على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله مخزونا السلام على المغيب في السجون السلام على من بكته الأفئدة قبل العيون السلام على ابن النبي المختار وحفيد حيدرة الكرار السلام على من كسر القيود بركعات التعبد والسجود السلام عليك سيدي يا موسى بن جعفر السلام عليك وعلى الذين يسيرون إلى القباب الكاظمية الذين يواصلون ليلهم بنهارهم متوجهين إلى تلك القباب الشامخة بمبادئها بقيمها الإنسانية التي رسخت معنى الإنسانية وتجلت بتلك التضحيات المستمرة لآل بيت النبوة الأطهار فها هم شيعة أمير المؤمنين يتسابقون مع الزمن لكي يعانقوا ذلك الضريح لكي يعانقوا الكاظمية المقدسة براياتهم بولائهم بهتافهم بكل ما يمتلكون تركوا الدنيا وملذاتها وقصدوا إليك سيدي يا باب الحوائج سيدي يا موسى بن جعفر ها هي الحشود المليونية تحث خطاها وتسير نحوك بكل فخر واحتزاز نعم إنها مسيرة الخلد ومسيرة الثبات ومسيرة التضحية ومسيرة الشموخ ومسيرة الإباء ومسيرة لا إله إلا الله نعم هؤلاء الذين يسيرون إليك قد تركوا الدنيا وملذاتها وكل ما يمتلكون وذابوا وانصهروا بحب الإمامين الكاظمين فهم متواصلون بخطواتهم متواصلون باستغفارهم متواصلون مع أطفالهم ورجالهم وشيبهم ونسائهم وكبارهم وصغارهم يحطون الخطى قاصدينك يا سيدي يا موسى بن جعفر هؤلاء الشباب الذين تركوا كل شيء خلفهم وساروا إليك بهمة التضحية وهمة الولاء إنهم شباب علوي محمدي كاظمي مخلص إلى الدين وإلى الوطن وإلى المذهب يحملون مبادئ القيم الإنسانية يحملون تضحية وإباء وشموخ فتركوا كل شيء ويحثون خطاهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الخطوات هؤلاء الشباب الذين يرسمون أجمل صور الولاء والإخلاص والإباء هؤلاء الشباب الذين تركوا كل شيء واتجهوا إلى القباب الكاظمية ومن يرافقهم من آبائهم وإخوانهم وأصدقائهم في هذا الطريق في طريق الشموخ والإباء في طريق الحسين وطريق الحسن وطريق أبي الفضل العباس وطريق موسى بن جعفر يحطون خطاهم ها هي الجموع الموالية تسير إليك سيدي عارفة بحقك تتقرب إلى الله من خلال هذه الخطوات التي يعدونها بسيطة جدا مع ما عانيت مع ما قدمت وضحيت هذه الخطوات رغم مشقة السفر ورغم كل الصعاب يعدونها بسيطة جدا وإنها لا شيء في ميزان ما قدمت إلى الإسلام وإلى الدين وإلى هذه الجموع المليونية نعم المليونية واضحة ومعالم هذه الزيارة واضحة كما إن مبادئها واضحة إلى العالم أجمع هذه الحشود تتدفق بشكل مستمر وكأنها بحر لكنه بلون الحزن والألم والأسى
السلام عليك سيدي يا باب الحوائج دائما وأبدا. وكذلك نحن سادتي الكرام مستمرون معكم طيلة الوقت لتغطية خطوات هؤلاء العاشقين إلى باب الحوائج، مستمرون ببثنا، وهذه انتقالة إلى استوديو البث. سحب عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، أجلك يهون التعب، صبرك الصبر انكتب، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. الحوائج تعتني تحدب تفتن تفض حسراتنا، انت عايش فينا اصلا من نجيك، لكن تمشي لك غصب خطواتنا. اما يا باب الحوائج تعتني تحدب تفتن تفض حسراتنا، انت عايش فينا اصلا من نجيك، لكن تمشي لك غصب خطواتنا. والامل باسمك كتب، رجلك يهون التعب، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. سحبت عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، رجلك يهون التعب، صبرك الصبر انكتب، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. احنا من صبرك تعلمنا الحياة، شلون ما تتعنى لك رجلينا، انت ما كنت بسجن لا مستحيل، فيك مسجون السجن وسنينه. احنا من صبرك تعلمنا الحياة، شلون ما تتعنى لك رجلينا، انت ما كنت بسجن لا مستحيل، فيك مسجون السجن وسنينه. صبرك الغيظ انشطر، فجلك يهون التعب، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. سحبت عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، أجلك يهون التعب، صبرك الصبر انكتب، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. شمس ضوت دهاليز السجون، علمت خصمك أساطير وعبر، انت كوكب على الأرض مو بس إمام، كل ضياء الدنيا بعدك في خطر. يا شمس ضوت دهاليز السجون، علمت خصمك أساطير وعبر، انت كوكب على الأرض مو بس إمام، كل ضياء الدنيا بعدك في خطر. يا ابن خير العرب، وقتك النور انسلف، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. سحبت عني الأرض الكاظمية، شيعة الكرار منهب المنية، أجلك يهون التعب، صبرك الصبر انكتب، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد، يا أسد بغداد منهب المنية. والأرواح مهمومة وحزينة.
موالين مشى يعتني أنا والأرواح همومة وحزينة مثل الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك نحكي لك ألمنا والعبرة بصدرنا ما بعنا العقيدة وبعيونك كبرنا فنمثلك حبسنا الدمعات بصبرنا نحكي لك ألمنا والعبرة بصدرنا ما بعنا العقيدة وبعيونك كبرنا فنمثلك حبسنا الدمعات بصبرنا مسجون من قدر يسجن شميس هيهات نذر رحمة ينحبس يا ناس واحنا كل من عنده هم وعنده يمك غاية ضايتنا وحاجتنا للموت ما نعوفك مطفية ومعمية عيني الما تشوفك عيني الما في الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا مثل الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك سجانك يا مظلوم سجان الضميرة ما شاف الحقيقة وظل أعمى البصيرة ما خاف الله من قال ما عندك عشيرة سجانك يا مظلوم سجان الضميرة ما شاف الحقيقة وظل أعمى البصيرة ما خاف الله من قال ما عندك عشيرة مظلوم وبألم صاح السجن مولاي روة الله لا تنسموك لأن عرفه وانت ثورة لله منها الغاية بامورة أحقادي سجنون الإمامة دار النوم منعوفة من تقوم القيامة من تقوم القيامة الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا مثل الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك سجل ما لطمنا مولاي احنا يمك لم صوت السناسيل تذكرها وتألمك هضموك اللي يضدوك ما نرجع نهضمك سنجيل ما لطمنا مولاي احنا يمك لم صوت السناسيل تذكرها وتألمك هضموك اللي يضدوك ما نرجع نهضمك هضموك من الشمس ومن الهوى سموك على صرحك ما دوى خيدوك حتى تطلع بالقيامة شوفك مدماية يا ثورة تحدي كل ظالم يهابك بجية السماوات والقاع لبابك والقاع لبابك في الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا نفني الجسد محبين ونضحي بعمرنا على جسر الأئمة بالموعد حضرنا لتانيك لتانيك على جسر الألم بين الأمل واليأس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس
على جسر الألم بين الأمل واليأس قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس من وجه الفجر متعني على الميعاد وقبل عيوني وروحي لشوفتك تسعى قلت لي الجمعة موعدنا بجسر بغداد ما قلت لي تموتي موعد الجمعة قلت لي الفرج هاليوم يا سيدي ولا تلوم ما قلت لي مقرون الفرج ويجبدك المسموم خابت مواعيدي وجف دم بوريدي وتعليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي تاليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي لأن طبع الورد ينقل مدى الإحساس كفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس على جسر الألم بين الأمل والياس كفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس يا هب النسيم الماء يعرف الموت يا شمس الأصيل الماء غشا الليل عجيبة تغمض عيون هوى التابوت وعجيبا شاهدي عيد الشمس نجيل شنحجي بعد ونقول واللي يجري مو معقول شلون على اجتاف البشر نعش الجبل محمول يا راهب اهل البيت وسط النعش يا ريت انا اللي لفوني بجفن وبدالك توريت انا اللي لفوني بجفن وبدالك توريت لاني ما قدرت اوهب لك الانفاس وقفت بعيوني دمعا وبيدي شدت يا على جسر الألم بين الأمل والياس قفت بعيوني دمعا وبيدي شدت يا على جسر الألم شدت يا نعم سادة المشاهدين مستمرين في هذه التغطية المباشرة من شاشة الفرات الفضائية وشبكة المراسلين التي بذلت جهدا كبيرا لإحياء هذه الشعيرة المباركة والذكرى الأليمة لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام التي لم تنقطع عن نقل الصورة الحية في جميع المناطق المؤدية إلى مدينة الكاظمية المقدسة على مدار الساعة. ما زلنا هنا في العاصمة بغداد ونتواجد حاليا في منطقة الكرادة وتحديدا في ساحة الفردوس. ما زالت الملايين من المحبين يتوافدون من كل بقاع العراق الحبيب ويتجهون صوب مدينة الكاظمية المقدسة وهم حمل الرايات وحمل الحزن بذكرى استشهاد سابع الأئمة الأطهار. ما زالت هذه الجموع تتدفق بشكل كبير جدا. العاصمة غصت بهذه الأعداد والآن
كما تلاحظون الصورة من خلفي ونقلت صورة مباشرة من مختلف المناطق، أعداد كبيرة وجهد خدمي كبير بذل في هذه الزيارة وما يزال يبذل، سواء كان من القوات الأمنية أو من المؤسسات الساندة الصحية وحتى من الهيئات والمواكب الحسينية والزائرين. كل الزيارة تسير بانسيابية عالية وأعداد كبيرة ما زالت تتوافد لإحياء هذه الشعيرة. ما يتعلق بالجهد الكبير الذي بذل اليوم من القوات الأمنية التي تلتزم بمعايير مهنية عالية، تقدم الخدمة وتؤمن الطرق، وهناك انسيابية في الحركة فضلا عن العمل بانسيابية وكذلك الدفع بوجبات لمرور يعني الزائرين، يكون هناك تفويج للزائرين من منطقة لأخرى كي لا يحصل زخم. الزيارة ثقيلة جدا من ناحية الأعداد مقارنة مع الأعوام السابقة، وجميع التوقعات تشير أن هذه الزيارة ستكون هي الأعلى من ناحية المشاركة، سواء كانت في العام الماضي أو الأعوام السابقة. رافقت كل ذلك إجراءات احترازية كانت سواء كانت على المستوى الصحي أو على المستوى الخدمي، فضلا عن ما ينشر من توعية وإرشاد سواء كان من الفضلاء من الحوزة العلمية أو من قبل أصحاب المواكب الحسينية ويعني من يقوم بتنظيم إجراءات وإرشادات يتم توزيعها على الزائرين. كل الأمور تسير بإنسيابية عالية، وكما تلاحظون الصورة وينقلها نقلناها لكم من خلال شبكة المراسلين واستديو البث المباشر، هناك زخم كبير وتوافد مستمر صوب مدينة الكاظمية. أما فلسفة هذه الزيارة، فالجميع يعرف أن هناك فلسفة عظيمة لهذه الزيارة وسر وثيق لترابط هؤلاء المحبين بمنهج أهل البيت عليهم السلام. يتحدثون عن ولاء وانتماء وتجديد البيعة لأهل البيت عليهم السلام، يسيرون هنا ويحثون الخطى صوب مدينة الكاظمية المقدسة، وهم يتذكرون صاحب الذكرى بكل مضامين رسالته التي ترتبط بمضامين الرسالة السماوية، وهم يؤكدون على السير على نهجه ويتمسكون بمنهجه، وهم يحيون هذه الشعيرة التي هي تمثل حزنا كبيرا بفقد إمام عظيم كالإمام الكاظم عليه السلام. كل الأفئدة الآن هي متجهة مع الأجساد للمحبين صوب مدينة الكاظمية المقدسة، وهناك إصرار كبير على إحياء هذه الشعيرة كما في كل عام، مهما اختلفت الظروف مهما اشتدت المصاعب، لكن الموقف ثابت للمحبين. واليوم بغداد الكاظمين تغص بالمحبين والموالين وشيعة أهل البيت عليهم السلام. اليوم كل الجموع المؤمنة جاءت هنا لتقول كلمتها وتحيي ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بكل التفاصيل، بكل القضايا سواء كانت الخدمية التربوية لهذه الزيارة. كل الأمور تسير بإنسيابية عالية، وما زلنا وإياكم نشاهد هذه الجموع وهي تتدفق. اليوم أيضا وصلت طلائع من محافظة البصرة التي تعتبر أبعد نقطة من العراق، الآن وصلوا من هذا الطريق الذي يمر باتجاه مدينة الكاظمية، وصلوا قبل قليل مواكب كبيرة وعظيمة وضخمة جاءت لتحيي هذه الشعيرة بكل ألم وبكل حزن في فقد إمامهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ستكون لنا أيضا يعني تغطيات أخرى في هذا المكان لننقل وقائع هذه الذكرى الأليمة، لكن هناك صورة أخرى في مناطق ننقلها لكم شبكة مراسلي الفرات، وهذه عودة مرة أخرى على جسر الألم بين الأمل واليأس. قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس. على جسر الألم بين الأمل والياس، قفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس.
من وجه الفجر متعني عالميعاد وقبل عيوني روحي لشوفتك تسعى قلت لي الجمعة موعد جسر بغداد ما قلت لي تموتي موعد الجمعة قلت لي الفرج هاليوم يا سيدي ولا تلوم ما قلت لي مقرون الفرج ويجبدك المسموم خابت مواعيدي وجف دم بوريدي وتعليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي تعليها نزلت دمعتي ومات الورد بيدي لأن طبع الورد ينقل مدى الإحساس كفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس على جسر الألم بين الأمل والياس كفت بعيوني دمعة وبيدي شدت ياس يا هب النسيم الماء يعرف الموت ويا شمس الأصيل الماء غشا الليل عجيبة تغمض عيون هوى التابوت وعجيبا شاهدي عيد الشمس نجيل شنحجي بعد ونقول واللي يجري مو معقول شلون على اجتاف البشر نعش الجبل محمول يا راهب اهل البيت وسط النعش يا ريت على اللي لفوني بجفن وبدالك توريت انا اللي لفوني بجفن السلام عليك يا سيدي ويا مولاي السلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا السلام عليكم يا زوار سيدي ويا مولاي موسى بن جعفر هنيئا لكم على هذه الخطوات هنيئا لكم على هذا المسير المبارك هنيئا لكم على هذا الثبات وعلى هذا الإصرار وعلى هذه الإرادة الإرادة المحمدية الإرادة الكاظمية نعم هذا هو صبر إمامكم موسى بن جعفر هذا الصبر الذي كسر به قيود هارون العباسي إمام التحريف والتدليس أراد أن يطمس أئمة الهدى لكن إرادة الله غلبته وجعلت هؤلاء الأئمة منارا واضحا يستدل به العالم أجمع بمنارهم وبعلمهم وبتقواهم وبدينهم هذا السيل الهادر الذي توثقه الفرات الآن هذا سيل المحبين والموالين والمعزين والمناصرين الذين جاءوا وتركوا كل شيء أنا أشاهد الآن هذه المشاهد الحية الكاميرا عاجزة عن وصفها والشعور عاجز عن وصفه والله إن الحروف عاجزة والكلمات قصار أمام هذا الإيثار وأمام هذا الحضور المهيب هذه الجموع المليونية التي اتجهت من كل زقاق ومن كل قصبة أقفلوا ديارهم أقبلوا منازلهم
واتجهوا إلى عاشقهم وإلى معشوقهم سيدي ومولاي موسى بن جعفر. يا سيدي ويا مولاي، يا كاظم الغيظ، يا باب الحوائج، يا من نودع حوائجنا عنده لأنه وجيها عند الله. يا باب الحوائج، لدينا مرضى، لدينا محتاجين، فنطرح أمامك حوائجنا. هيهات أن ترد، هيهات أن ترد. أيها الغريب، عندك الحوائج تقضى وعندك الودائع تودع. يا سيدي ويا مولاي، هنا الكبير، هنا الصغير، هنا الرجال، هنا النساء، قد توجهوا إليك بقلوب صادقة، توجهوا إليك بنوايا مخلصة. نعم يا مولاي، نستذكر على طريقك شهداء أعزاء، شهداء جسر الأئمة. هذه الفاجعة الأليمة التي لا زال حزنها في قلوبنا، شهداء جسر الأئمة هم نار واضح لنا في الإيثار والتضحية. بذلوا نفوسهم من أجل إحياء هذه الزيارة، ومن ذاك التاريخ استمرت هذه الزيارة بوهج عظيم وبإرادة كبيرة. نزداد ونزداد. حاولوا كثيرا، حاولوا أئمة التحريف والتدليس، حاولوا أن يطمسوا هذه الشعائر، حاولوا أن يمنعوا هذه الشعائر من هارون، من العباسيين، ولحقهم هدام. هل حاولوا وهل استطاعوا أن يمنعوا هذه الشعائر؟ لا والله، هيهات هيهات. إن لهذه الشعائر فضل كبير علينا، إن نبقى أحرار، إن نبقى زوار، إن نبقى أنصار، إن نبقى نقول كلا وألف كلا بوجه الطغاة وبوجه المستبدين وبوجه الظالمين، وإن نقول نعم، نعم لأهل البيت، نعم لمحمد وآل محمد بصدق اللسان وبصدق القلوب. هؤلاء هم الزوار، هؤلاء هم الأحباب الذين قطعوا هذه المسافات وقطعوا هذه المسافات من أجل إحياء هذه المناسبة، ومن أجل إحياء هذه الشعيرة وإحياء مشاعرهم بالحزن والأسى. بارك الله بكم أيها المؤمنون، بارك الله بكم وأنتم تسيرون على خطى محمد وآل محمد. أيها الفراتيون، بارك الله بكم، وبارك الله بجهودكم، وبارك الله بمسعاكم. مسعاكم واحد وغايتكم واحدة، نحن نعلم بها ونحن أدرى بها، هي رضا الله عز وجل ورضا محمد وآل محمد، وإخراج هذه الصورة البهية للعالم أجمع. العالم أجمع يرى هذه الصورة الآن، يعلم إن هذه الصورة هي لإحياء شعيرة الإمام السابع، الإمام الكاظم، كاظم الغيظ، باب الحوائج، موسى الكاظم. هذه هي مظاهرة لإظهار هذه الشعيرة للعالم أجمع، على إن إمامنا مظلوم، مقتول بالسم، مقتول بالجور والظلم، على إخراج هذه الشعيرة. هذه المظاهرة المليونية التي تخرج اليوم هي إلى كاظم الغيظ حتى يراها العالم أجمع، إن إمامنا وقائدنا، هذه هي شيعته، هذه هي جموعه، هؤلاء هم أحبائه، هؤلاء هم زواره. تواصلون معكم إن شاء الله، وهذه انتقالة وعودة إلى استوديو البث المباشر. موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة، موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة. سيرة ومناهج باب الحوائج، سيرة ومناهج باب الحوائج. سيدي منذكر اسمك والله لجلك أحن، يلي قضى حياته كلها وسط السجن، يلي بتجيني دمعة ساهرة على الجفين، أقدر أنسى مصابك يا إمامي تظن. يا باب الحوائج، يا سمو لها عارج، يا صلاة الحوائج.
حزين عياض الحوايج يسمو لها عارج يا صلاة الحزين يا جسمك نحيل يا سجنك طويل هارون الرشيد خليت ذليل يا سيد القيود تسبيح بين يديك من تنزل السياط تجري الصلاة عليك والسجدة الطويلة بدموعك غسيلة سجانك سجنت ومو غريبة أتمع في ذكراك والقهوم وياك يا الكاظم وعز على المصيبة سبن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة وسبن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج انت معنى التحدي وانت صوت الرعود ما تخوفك زنازن ما ترهبك قيود كل زمن يحكي عنك وخياله تعود والامل في سمانة هذا رمز الخلود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود والسند انهزام حسست بندم من شافك جبال ما يوم انهدم وخافك السجون شنهم انت من تكون مثلك يا ابو الرضا ما شافت العيون بالقلب رسمناك بالعزم عرفناك وانت ثورة الهبة الضماير موسى أعيا فرعون وانت تلغي هارون والقصر شهد لك والعساكر موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سيرة ومناهج باب الحوايج تجري ذوبنا يومك والله يا ابن الحجاج ونذكر اللي يسألك يمتى يوم الفرج قلت للجمعة تطلع وبن سويد ابتهاج تالي تطلع جنازة لها ذابت مهاج لها أربع حمامين على الجسر والدمة تسيل والجمع كله ما لها أربع حمامين على الجسر والدمة تسيل والشيعة الوفود مثلها الورود لكن يا وساف عزهم ما يعود إمام الرافضة شيعوا يا شيعته مرمية على الجسار تراها جنازته تبجي صارت الناس تلطم ويلي عالراس مات الكاظم بجو يا موالين والله جبده مضروم راح لله مسموم بعد الحسرة والام الزنازين سبن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة وسبن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوايج سحب متعني الأرض الكاظمية شيعة الكرار منهب المنية نجل فيهم التعب صبرك الصبر انكتب يا أسد بغداد يا أسد بغداد يا أسد بغداد من هب المنية هم يا باب الحوائج تعتني تحذب تفتن تفض حسراتنا
انت عايش فينا اصلا من نجيك لكن تمشي لك غصب خطواتنا اما يا باب الحوائج نعتنيك تحت ذبتك تنتفض حسراتنا انت عايش فينا اصلا من نجيك لكن تمشي لك غصب خطواتنا والامل باسمك كتب رجلك يهون التعب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من خاب المنية سحب متعني الارض الكاظمية شيعة الكرار من خاب المنية رجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من خاب المنية من صبرك تعلمنا الحياة لون ما تتعنى لك رجلينا انت ما كنت بسجن لا مستحيل فيك مسجون السجن وسنينا احنا من صبرك تعلمنا الحياة لون ما تتعنى لك رجلينا انت ما كنت بسجن لا مستحيل فيك مسجون السجن وسنينا صبرك الغيظ انشطر رجلك يهون التعب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من خاب المنية سحب متعني الارض الكاظمية شيعة الكرار من خاب المنية رجلك يهون التعب صبرك الصبر انكتب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من خاب المنية يا شمس ضوت دهاليز السجون علمت خصمك اساطير وعبر انت كوكب على الارض مو بس امام كل ضياء الدنيا بعدك في خطر يا شمس ضوت دهاليز السجون علمت خصمك اساطير وعبر انت كوكب على الارض مو بس امام كل ضياء الدنيا بعدك في خطر يا ابن خير العرب فقدك النور انسلب يا اسد بغداد يا اسد بغداد يا اسد بغداد من خاب المنية سحبت عني الارض الكاظمية شيعة الكاظمية